فزي بيجي في اتجاه انه اذا المساله دي فيها قروش ولا مرتبات بتطلع بيستفيدوا منها ناس معينين. انا لحد ما طلعت من الخرطوم تقريبا ما في جريده ما فيها قسم ثقافي او ملف ثقافي اسبوعي. تدريجيا بعد ما انا جيت وبتابع الاخبار من الزملاء والحاصل في السودان تقريبا هسه في جريدتين ولا ثلاثه ممكن يكون عندهم ملف ثقافي، وهو من الصحف الحكومه سعت لاضعاف جريده الميدان عندها ملف ثقافي قاعد يطلع كل خميس، لكن محدود المساحه بتاعته ذاتها محدوده. جريده الجريده وكل الناس المتابعين بيعرفوا انه جريده الجريده من الجرائد المحاربه، فدي جريده انا عارف انه لحد هسه هم محافظين على الملف الثقافي بتاعه، اربع صفحات بتطلع بصوره اسبوعيه، لكن هسه حاليا ما في وجود للماده الثقافيه في الصفحات في الجرائد السودانيه. شكرا جزيلا. نفتح فرصه اخيره كيف الحديث عن انه صح في عمل بلده موجود وكذا للدراسات السودانيين اصلا، لكن هل هي نحن مستهدفين نحن بلده ولا مستهدف الشعب السوداني؟ طيب اذا كان ما في حريه وفي اضطر مصدر الفرقات، هل هم عندهم حتتين من الاساليب اللي بيها ممكن نوصلها لهم؟ والشكل ده هل هو المناسب عشان نوصل جوا للشعب المستهدف ده، بدلا عن مثلا الصحف يعني مختصرة رسائل صحف في زمان كانت بتصل صحف سرية وبتلقفها الناس وبتصل لجميع أنحاء السودان، يعني حتى الناس العرب راح البيت، يعني الناس فكروا كأنه خلال الترانزستور وكذا بتاع وصلوا لهم المهمة الصحفية وكذا. الصحفية ذاتهم يعني نشأ، يعني حس لو سألت أي واحد ترى الصحفيين الشرفاء قليلين، يعني لأنه حس الصحافة كلها اتحاد الصحفيين بتاعت الصحافة بتاع حكومية ما فيها، يعني فالجيل اللي نشأ ده في 25 26 سنة اللي فاتت دي ما بيعرفوا، حتى لو سألت كلامنا بقول ايه الصحافة دي يعني شنو؟ فنحن برضه قدامنا مهمة بتاعت تربية الجيل من الصحفيين على مبادئ معينة. فدي كنت افتكر انه النقطة اللي بنصل لها انه ما في حرية وما في ديمقراطية للصحافة وكذا وبتاع، هي اللي احنا نقترح منها يعني مناقشاتنا القادمة عن ورش عمل، عن كيف احنا نخلق اتحاد صحفيين قوي، كيف نربي صحفيين دي الناس عندهم ادراك ومعرفة وكذا والى اخره. طيلة هذا التاريخ يعني ما قدرت تراكم صحفيين مهنيين يعني ممكن تشير عليهم كده الا الاستثناءات، يعني مثلا تقول بشير محمد السعيد، محجوب محمد صالح، رحم سليمان مثلا في الجيل الناحيه مثلا تنضم محمد. فالصحافه في السودان حقيقه هي مهنه كل مرحله عندها صحفيين، وفي صحفيين جرائد سياسيه واحزاب. حاجه ثانيه يعني حقيقه بتواجه الصحافه السودانيه دي مثلا انا تابعتها اللي هي مساله المدخلات الانتاج، دي مشكله كبيره جدا، ويعني حاجه مهمه جدا مثلا تكون نسبه توزيع الصحافه مثلا في السبعينيات اعلى من الجدال. انا اعتقد المعارضه هي نفسها جهه سياسيه زيها وزي الدوله، وبالتالي لا يمكن نعتبر على انه صحافه المعارضه هي تكون صحافه مستقله. الصحفي في الاساس هو رقيب على السياسي سواء معارض او حكومي. انا في فرنسا بلد فيها ديمقراطيه، فيها صحافه مستقله وفيها تقاليد صحفيه، لكن مترا لما جاء رئيس الجمهوريه تصنف على اعظم الصحفيين، ما كان في طريقه هو يراقب الصحف بشكل اخر، لكن كان بيصنف على الصحفيين، كانت فضيحه انه هو صنف على صحفي لوموند. نفس التجربه تكررت في الالفينات لما جاء ساركوزي، وبالتالي اصلا ما في كود بين الصحفي والسياسي. يعني النهاية الصحافة الحزبية أو صحافة المعارضة هي صحافة بروباغندا مش صحافة مستقلة. نحن عاوزين صحافة مستقلة مهنية رقيب على الكل معارضة أو حكومة. فالدعوة للمعارضة أن تنشئ صحافة ماشية، أنا أفتكر ده لا يخير إننا محتاجين لصحافة حرة زي الأيام. بالنسبة للتعدد والصفحات الثقافية، يا ريت لو الحتة دي يعني تصور اللي يطالب في اللي هو الصحافه عموما في التعدد،
ده واحد. الشيء الثاني الصحفي نفسه في السودان باعتباره قضايا السودان المعروفة التاريخية والمشتعلة هي يعني قضايا بتاعت هويات وإثنيات وثقافات وتفاصيل وكذا. برضو يعني لأي مدى لمست منه الكادر الصحفي نفسه ضعيف في الجانب ده في إنه يستشعر خطر المادة اللي هو يحط اتجاهها التعدد ده يعني يا ريت لو تسدوه في النقص أو الجوانب. في شغلة موضوع الصادق إنه مجموعة من الصحفيين والإعلاميين هنا و يعني تم الإشارة إنه ما في أي عمل إعلامي كبير يعني بالنسبة في لندن يعني ولندن يعني قاعدة للمعارضة ولا ضرر أن يكون في صحيفة معارضة في لندن أي شغل، لكن في وجود الصحفيين أنا بتمنى إذا كان في دعوة أو نداء أو أي عمل مستقبلي لجمهور إعلاميين الموجودين هنا لخلق عمل إعلامي حتى لو كان معارض صحيح عمل طبعا في النهاية ما فيش حاجة ما في حاجة اسمها حاجة مستقلة تماما. أي عمل إعلامي هو عمل طبعا بنسبية محددة إنه بيكون منحاز يعني. وأتمنى إنه الصادق الرضي والإخوة الموجودين هنا يحاولوا يقدموا دعوات لقدام للإعلاميين الموجودين ونقدم أي شغل مهما كان يعبر عن وجود للسودانيين المعارضين في لندن ربما يساهموا في مسألة التغيير المنشور. في الـ early 80s أو في نهاية السبعينات فكان بيقرأ الجريدة جريدة الأيام يكون في أين تسهر هذا المساء وأبو شنب في الرياضة والاستراحة بتاعته والضرق. فالجريدة ممتعة في أنك بتلقى فيها وظيفة information دائرة بتلقى فيها أسعار الخضار الأراضي التحقيقات عن المجاري فبيشتروا الجريدة والناس بيحبوا الجرائد. فيوم لقيته بيقرأ في الجريدة وعلى الطفل هو بيقرأ فيها وبعشوية زعي الشرطة. فأنا كنت مستغرب من غضبه وموجه لمنو وهو لقى إنه الكواليتي كان متوقعة للجريدة لأنها مونسة له ما وجدها في اليوم ذاك فشرت الجريدة بزعل وجدعها. فبتذكر في القصة دي وأنا بقرأ في الجريدة بتاعت الجارديان رئيس التحرير دلوقتي ستيب داون بعد 20 سنة ألن وسألوه عن إنه والجريدة طبعا غنية جدا فيها من إنك إذا تشتري موبايل لتطبخ للتحليل السياسي وسقطت كم وزراء وحكومات ونالت جوائز. فسألوه قال هو ندمان إنه ما أدى في الصحيفة فترة التحرير المساحة الكافية للتغيرات في البيئة وكيف تهديد كوكب الأرض. وقبل ما تستيب داون في الفترة الجاية دي اللي هو 6 شهور فبدأ كل يوم بينشر صفحتين ثلاثة عن التهديد المناخي الماشي الوحاي في يوم 20 تختم كلامي في يوم 20 في الشهر ده اللي هو يوم ألن حيستعرض التجربة بتاعته في كينز كروس هنا. فالناس اللي عندهم رغبه يمشوا يحضروا برضو على التجربه بتاعته التيكت ب 20 جنيه. وشكرا لكم. شكرا جزيلا لفتح المداخل للمناقشه. وفعلا انا كنت في المساهمه بتاعتي كنت بحاول اغطي جانب المهنيه نحن بنعني شنو يعني لما نقول التحديات السياسيه والمهنيه فبحاول الغضوء عن المسألة بتاعت المهنية بالضبط يعني والشروط اللازمة لأنه تتوفر المهنية. وأسئلتك حقيقية والافتراض اللي انت افترضته نفرض أيوة نعم الصحفيين اتوفرت لهم معينات بتاعت عمل واتوفرت لهم كل المسائل الفنية والمادية واللوجستية اللازمة لأنهم هم يشتغلوا بمهنية فعلا حتكون في صحافة مهنية. نعم في جانب ثاني اللي هو القانون واللي دي مسائل برضو أنا بفتكر إنها خاشة في اللوجستي إنه لازم يكون في قوانين مساعدة يعني للعمل. قانون الصحافة اللي بيعمل فيه الصحفي ده واحد من المعينات بتاعة العمل يعني. ولو ضربنا مثل في الفترة بتاعة نميري نعم كانت ديكتاتورية وما في حريات وأي حاجة لكن الصحافة كانت مدرسة صحفية يعني ومختلفة من المدرسة الصحفية بتاعت الأيام وطلعت أساتذة. نحن لما جات الفترة بتاعت الديمقراطية تعلمنا منهم الكثير ولقينا في صحفيين قامات رغم أنهم 16 سنة بيعملوا في ظل بتاع ديكتاتورية لكن لحد كبير
الأسس المهنية كانت مراعاة، والواحد لو بدأ يذكر الرموز حيتعب جدا جدا، لأنه الرموز كثيرة وأجيال، جيل بسلم جيل يعني. فهو مقصود يعني، واحدة من الحاجات اللي قصدتها الدكتاتورية اللنغاز هي ما دكتاتورية عادية، هي دكتاتورية معقدة جدا ومركبة، فبالتالي التخريب اللي عملته مركب. احنا يعني اسيما تكلمنا واحد من ازمات الازمات اللي بنتكلم عنها، انه نظام جاء اول حاجه يستهدف التعليم ويستهدف الصحه، فطبيعي جدا لما نجي لحاجه نتكلم عن مهنه مرتبطه ارتباط اساسي بتوجهات الدوله زي الصحافه، وبتتاثر مباشره باي تغيير سياسي يحصل، نواجه الازمات اللي احنا في المناقشه دي كلها ما قادرين نلمها يعني. فهو أنا بيفتكر إنه هدم الأسس بتاعة المهنية كانت مقصودة، لأنه أسي ما في تسلسل ذاته بتاع أجيال، ولا في نظام بتاع تدريب يعني. نحن كنا قاعدين داخل الصحافة دي، أنا اشتغلت فيها أكثر من 20 سنة في السودان، وقاعد داخل الصحف، وكنت شايف كيف المسألة دي بتهدم يعني، كيف مسألة إنه جيل يسلم جيل أبسط قواعد المهنية، المسألة دي بتحطم. انت ما بيكون عندك وقت عشان انت تدرب، عشان انت تدرب الزول اللي هو موجود معاك يعني. فهي دي مساله مقصوده، وفعلا زي ما انت قلت يفترض الناس من مناقشه زي دي تطلع باقتراحات بتاعه انه كيف الناس ممكن، لانه احنا ناقشنا مواضيع بتاعه ندوات، زي السؤال الراجينه بتاع محمد مسوكر ده، الصحافه السودانيه بالموضوع التعدد الاثني والثقافي ده، والصحافة الثقافية قاعدة تعالج كيف الصحافة السودانية، موضوع ندوتين ولا كم ورشة بتاع العمل يعني. فيفتكر انه من هنا ممكن الناس تطلع بحاجة زي دي. انا حأخفص طوالي وامشي لل بخليك شريف ده نجي للموضوع بتاع الصحافة، صحافة المعارضة. انا لما قلت المعارضه في الخارج ولا في الداخل، هي ما قدرت تجاوب على السؤال بتاع الصحافه. انا ما بفترض انه المعارضه اذا كانت في الداخل ولا في الخارج هي طبقه واحده، بالتاكيد في المعارضه السياسيه وعندها رموزها وقاعدين يشتغلوا شغله، وما بيجوا يحضروا ندواتنا دي ذاتها يعني، مع ان احنا كلنا معارضه، لكن المعارضه طبقات يعني. الإعلاميين الموجودين وهم أوريدي عندهم مواقف بتخطهم في الحتة تحت المعارضة، إذا كانوا داخل السودان أو خارج السودان هم شبكة، وزي ما الطبقة تحت السياسيين المعارضين داخل السودان وخارج السودان هم قاعدين يخشوا في تحالفات، وحتى قد يكون الخطوط الفكرية بتاعتهم ما متقاربة، ويخشوا في تحالفات عشان ينجزوا أهداف بتاعت معارضة سياسية. فإيش اللي بيمنع إنه الطبقة تحت الإعلاميين الموجودين في المعارضة يشتغلوا ويعملوا تحالفات مع السياسيين عشان يعملوا شغلهم يعني؟ فأنا بفتكر إنه هم ما طبقة واحدة، وممكن تكون في صحافة وإعلام معارض داخل السودان وخارج السودان من غير ما يرتهن لإرادة السياسي إذا كان معارضة وغير معارض. شكرا جزيلا. موضوع عدد لو ندوة يا مسوكر. يمكن في إضافة بسيطة لكلامك الصادق هو على الدكتور هاشم، انه يعني اذا ما يعني وقفت الاصلاحات الاجتهاديه الماخذه الجهاز الامن ما حتكون في حريه للصحافه، واذا ما كان في تعدديه الصحافه ما حتنعم باي حريه. هي اتلغت السي كويس انها اتلغت، اللي دي وزير العدل اصدر منشور قبل سنين كده بانه المحاكم عمل محكمة في مدني ومحكمة في جبال النوبة، اللي هو زي ما ذكر أحد الصحفيين في تعليقه قال المحاكم دي مقصود منها بعرف على وطنك. لأنه بالضبط إنه الزول بيقضي اليوم كله بتاعت جبال النوبة دي ما تمت، لكن بتاعت مدني اللي هي يكون مثلا في زول في موضوع يتكتب عن مدني أو حاجة هي موجودة في مدني، فبيصروا إنه يفتحوا البلاغ في مدني. اللي هي دي المقصود منها ضياع الزمن للصحفي، انه اليوم كله بيكون مشوار عادي. وفيها طرائف كثيره يعني، في واحد من الصحفيين كان عنده مشى المحكمه في مدني، اغرب حاجه انه الترحيل ده بتم بالمواصلات العاديه، ما بخلوك تركب عربيتك او عربيه الامن بالمواصلات، وبيحرصوا انه المواعيد دي ذاتها تكون يوم الخميس عشان الزول يضطر انه يبيت الجمعه والسبت. يعني الصحفي اللي بحكي عنه ده اللي هو جاب المواصلات في المينا البري، فقاموا قالوا له دخلوا الحراسه بتاعت المينا البري،
يعني تخيل الحاجه دي. المهم بعد لاي وبناي حولوا للنيابه تحت الصحافه. فكويس انه دي موضوع انتهى بتاعت نيابه. كويس انك ذكرتني ليها. المحكمه هي بتاعت مدني انتهت. استاذ شريف يتكلم عن الصحافه وعمرها. هي بالتاكيد عمر الصحافه ما بتناسب زي ما قلت ما بتقدمه اذا قسنا بالمعيار التاريخي انه هي لها 112 سنه. لكن يا استاذ شريف في شنو اللي بيشبه يعني من مصر ولا لبنان بيشبه السودان؟ يعني لما نجي للصحافه نقوم نشبهها هو شنو اللي بيشبه اللي عندنا؟ شنو في السودان بيشبه الحاجات اللي فيه؟ يعني الصحافه هي بالضبط هي واقع للواقع اللي نحن عايشينه سواء كان سياسي ولا اقتصادي، ما في حاجه بتشبه عشان نقوم نشبهها بين مصر ولبنان. شكرا للمتحدثين، شكرا لكم، ونلتقي يوم السبت.